مساء الخير يا اهل مصر، واهلا بيكم معانا والجزء الثاني من حوار نفط 360 درجه مع اللواء شفيق البنا وكيل وزاره الشؤون الفنيه في قصر الرئاسه لمده 28 سنه. واهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا يا فندم. وكنا ختمنا في الجزء الاول من حوارنا امبارح عند نقطه مبارك من الناحيه الانسانيه. امتى رئيس مبارك كان بيتالم؟ امتى كان ممكن تشوفه بيبكي؟ لا انا ما شفتوش بيتالم، يتالم انسانيا يعني. غير مره واحده لما كان عنده اللي هو الهارت اتاك او حاله مرضيه، بس غير كده فهو مفيش اي احداث جامد. خاصه، احداث على مستوى جامد البلد، لا ما بتهزوش حاجه خالص، حرايق يعني مفيش اي ما حاجه. تهزوش حاجه خالص. سؤال معلش برضو، انه نتردد كتير الفتره الاخيره، هل نقدر نقول على اسره الرئيس مبارك انها اسره متدينه؟ يعني الظاهر كلامهم متدينين. انا شفته متدين فعلا، كان استاذ علاء. نعم، يعني ده اللي شفته وصليت معاه وكده. طب ده موضوع مختلف مظبوط. يعني بالنسبه لبقيه افراد الاسره، لا بقى ما اعرفش يعني. هو كان يعني الرئيس كان بيقول انا بصلي، طب هقول له لا ما خلاص. انت بس ما شفتوش بتصلي؟ لا ما شفتوش. بيصلي خلص 28 لا. سنه. لا وجمال؟ لا جمال يشككك حتى في الاسلام يعني. اثبت لي ان في محمد اصلا، اثبت لي. ده كلام خطير جدا. لا مش خطير، هو الراجل اتربى بره، راح انجلترا وراح امريكا وخد شهاده طيار وشهاده مش عارف قافز مظلات وشهاده حاجات كده، وعايش بقى في الفكر الغربي. الغربي. اه فانت عايزه تيجي تعيديه، وهو من صغره ما كانش في حد بيدرس له حاجه اصلا في الدين ولا كده، فما فيش خلفيه دينيه اصلا عنده عشان يقدر يرد على الاسئله دي لو سئلها، فاصبح بيجي يسالها. فموضوع يعني حاجات كده. لكن انتهى بيه الامر لفكره عدم الايمان؟ لا الله اعلم، الله اعلم طبعا. الله لانها اعلم. لان مش ملناش دعوه، بس يعني بشكل عام عاوزين نتكلم مع حضرتك برضو على اسره الرئيس مبارك. وانت قلت ان كانش في تدخل من زوجته خالص في القرارات، لكن بالنسبه بقى لاختيار الوزراء، هل كان اختيار الرئيس مبارك شخصيا ولا اختيار جمال؟ كان سياده الرئيس بيحط شروط للترشيح، أن يكون تولى مناصب قيادية، أن يكون يجيد أكثر من لغة، أحيانا يحط يقول أن يكون دكتور، حصل على الدكتوراه في تخصصه، يحط شروط والجهات بترشح حسب الشروط. وبعدين بيتعمل عليهم اختبار بخبرات عامة، وبيجي يقولوا له الناس اللي طلعت دول هو اختار منهم. هو شخصيا الرئيس السابق، لكن جمال ما كانش بس يتدخل. هو لا، في هو غالبا يعني هو كان يهمه الوزارات السياديه دي بتاعته، وممكن يسمح بقى لابنه يختار الباقي. الباقي بقى ما يهموش يعني، ما تفرقش معاه الوزارات الثانيه الاجتماعيه والبتاع والكلام ده. طب شويه الاشاعات برضو اللي سمعناها عن حته ان هو كان بيبقى في عنده جلسات خاصه يسمع فيها النكت واخبار الفن والمشاهير و فنان يروح له، يعني انا مش عارفه دي هم حصلت مؤكده علاقته لما بالفنان المتصل بالله، هل الكلام ده حقيقي انه كان ممكن يروح حصلت يزوره؟ لما ابعد عن سلطات الرئاسه في اخر فاصبح التسعينات. قاعد في شرم الشيخ ما بيعملش حاجه، فكانوا المقربين منه من السكرتاريه جلسات فنانين وجلسات فنانات، ويقعدوا يقولوا نكت ويقعدوا يقولوا حكايات. يحضرها فنانين وفنانات؟ زي مين؟ لا انا ما حضرتش، فعشان مش عايز اقول اسم حد يعني، كله نقلا عن اللي كانوا في شرم الشيخ كانوا بلغوني بالاخبار. وانا ولو ان الفضول قاتلني، بس مش عايز اخد، مش عايز اقول زي مين، عشان لكن يعني في اسم ذكر ان هو كان بيزوره كتير، اسم الفنان منتصر بالله. الكلام كان ده بيطلع فعلا؟ معاه على الطياره. ده شفته؟ ده كان بيطلع معاه على الطياره. ما شفتش حد غيره يعني من الفنانين؟ لا الباقي في شرم الشيخ بقى. انا كنت ده كان بيطلع معاه على الطياره. أيوة. يسافر معاه؟ يسافر معاه. كانت ايه مهمته يعني؟ كان صداقه بينهم يا فندم؟ بيقول نكت وحكايات وكده فقط. اه لا تعليق. طب اشاعه ان هو الرئيس السابق تزوج من فنانه معتزله وهو اللي قعدها تعتزل لا الفن، لا لا مفيش حاجه من دي خالص. عمره ما اتجوز على سوزان مبارك من الاخر كده؟ لغايه ما انا كنت موجود ما كانش في جوازه، حتى هو نفسه كان بيقول لي بتسمع الاشاعات، الناس بتقول ان انت شايف في ست تانية، ولا اخت احد المسؤولين السابقين، ولا اخت ولا صاحبه ولا غيره. هو كان الاشاعه طلعت على احد المسؤولين السابقين ده، على اخته، لانه كان هو يامها بيروح الاسماعيليه وكان بيروح يلعب سكواش هناك،
فحضر له ناس بقى، اللي ماسكه الفوطه واللي ماسكه ازازه الميه واللي ماسكه بتاعه الكلام ده، فطلعت الاشاعات. ناس من عيلته يعني ولا ناس لا ما اعرفش مين هم، هو اللي حكى لي كده، فبعدها طلعت الاشاعه، فبعدها ما بقاش اسمع عليه خالص. كان زوج مخلص يعني، ما كانش زوج بيبص لاي ست غير زوجته. ما اعتقدش انه بيبص حد تاني يعني. لا انا مش هقف عند الضحك، انا عاوز اسال وتديني اجابه فعلا. ايوه اجابه، انا ما اتجوزش، ما اتجوزش هو، وهو كان بيقول لي انت ما بتدافعش ولا محاولة.